مكان يا مكان، في زمن من الأزمان كانت العرايس بتسعد الأطفال في كل مكان وتقدم لهم أحلى البرامج والمسابقات والأناشيد والحكايات والفوازير والمسلسلات. يا أخي بقى عمال تغلط من الصبح وإحنا ساكتين لك يا أخي بقى. وسفروت وعنطور نجوم الشاشات جمهورهم بالألوفات والكل بيستناهم ولاد وبنات. إيه الحلاوة دي؟ ولا كان يخطر في بال تتغير الأحوال، أدرك بين يوم وليلة ياخدك من حال لحال. سفروت وعنطور وعرايس تانية كتير اتحطوا في مخزن العرايس واتقفل عليهم باب كبير، نسيهم الجمهور وغطاهم التراب، لغاية ما في يوم فكر الأطفال يفتحوا الباب. المكان ده معقول هيكونوا هنا؟ السلام عليكم، حد سامعني يا جماعة يا اللي هنا؟ عنطور عنطور، أيوة أخيرا حد عبرنا. في أي بنات؟ هو أنا شفته عو ولا شفته عو يعني؟ احنا مش شايفينكم اساسا، انتوا فين؟ انتوا فين بالظبط؟ احنا هنا هنا هنا. لا احنا مش هنا، هنا احنا هناك هناك. هناك ولا هنا؟ هنا ولا هناك؟ احنا هنا. لا هناك. يا عنطور هتوههم. لا انت اللي هتوههم، احنا هناك. احنا بس هنا. بس بقى بطلوا خناق، ورانا نمشي ازاي؟ انا هقول لكم يا بنات، ابصوا بقى، انا شفت خطوتين لقدام، ايوه، وخطوتين لورا، خطوه يمين خطوه شمال، خطوه يمين خطوه شمال، خطوه يمين. يلا يا عنطور بقى، حاضر، لفوا بقى حوالين نفسكم شويه، ايوه 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 كده، نط تلات نطات، نط تلات نطات، ها وصلتوا؟ لا طبعا، يا راسي دخنة. هذا مالهم مالهم يا شكلهم تعبوا باين ولا ايه؟ طيب يا اوعوا تمشوا، خليكم واقفين معانا. ها قول لهم يا سفرات. لا 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 لا، يمشوا روحوا فين؟ ارجوكم 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 ارجوكم، اوعوا تمشوا يا بطل. رجعوا 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 يا ناس. لا لا احنا هنمشي، هنرجع نعمل ايه يعني يا عنطور؟ قولوا لنا انتوا فين بقى؟ معلش يا فيروز، معلش يا حنين، حقكم عليا، انا هقول لكم تمشوا ازاي، خليكم ماشيين لقدام. ايوه بالظبط كده، اقفوا بقى مكانكم، بصوا على يمينكم، بصوا على شمالكم، بصوا قدامكم. ابص قدامكم قدامكم بالظبط، قدامكم بالظبط، اهو احنا هنا اهو. ده غير اللي لقيناكم. شافونا يا سفيراتي، شافونا. انا فرحه، انا فرحانه برضه. الزمن يا بنات، شفت الاداء يا سفيرات؟ لا عيدها تاني. الزمن يا بنات، لا خد زمنك فيها. اخد وقتي؟ اه الوقت يا بنات. اتفضلوا اتفضلوا، تخيلوا سايبني هنا من غير ولا سندوتش، بقالي يجي 5 دقايق بحلم. 5 دقايق؟ دول كتير قوي عند عنطور. سيبكم منه يا بنات وركزوا معايا، احنا مربوطين ومش عارفين نتحرك، ممكن تفكونا؟ ايوه بس الدنيا ضلمه قوي، مفيش هنا اي زرار النور. هتلاقوا هتلاقوا زرار النور وراكم اهو اهو، بصوا كده اهو. ماشي أيوة. روحي روحي يا فيروز نوري النور. النور ده كله يا رازه، ده بنورك يا عنطور. النور جه النور جه النور جه النور جه النور جه. خلاص يا بنات الله ينور عليكم. بس ايه اللي عمل فيكم كده؟ يلا شيلوا بقى الحاجات دي، ايوه شيلوا بقى، ايوه ايوه احنا اهو احنا اهو احنا اهو احنا اهو احنا اهو، والحبل اهو حبل اهو، واحنا اهو. يلا فكني يا 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 روزا، يلا فكني فكني. وليه ما تفكنيش انا الاول يعني؟ فكني انا الاول. ليه يعني انا مش الاول يعني؟ فكني انا بقول لك، افكك مني بقى. مش مبرر على فكره. لا ما انت بتبربر كتير. ما معاك مناديل.
عشان انا جعانه اكتر منك يا سفرات. ايوه برضو مش مبرر. لا مبرر. ايوه يلا قوموا قومونا يا بنات، قومونا يا ناس، قومونا يا ها. ايوه انا اللي تفكت الاول يا سفرات. بس انا مش مصدق. مش ايه ده، انت بتتحرك اهو. ادى انت بتتحرك اهو. ماما كان ما هقولها ما هقولها. لا اخيرا الحمد لله اشكرك يا رب، انا تحركت اخيرا من المخزن يا ناس. انطور انا كمان بتحرك، مش مصدق نفسي. انا مش قادر اصدق حواجبي يا سفرتي. ولا انا قادر اصدقها. اش يا ماما كان احنا خلاص بعتنا رسائل لاطفالها كتير قوي، بس انتوا الوحيدين اللي عرفتوا وعبرتونا وجيتونا يا بنات. ايوه بس يا عندور في حاجه، انتوا بصراحه بعتين الرساله على البريد. ايوه انا مشكله بقى في ال مفيش حد بيشوف رسائل البريد دلوقتي. بالظبط. امال بتبعتوا الرسائل ازاي يعني؟ على الايميل او الواتساب او الماسنجر. يا سفارتي، هو احنا اطولنا قوي كده في المخزن؟ ده بقى فيها ماسنجر. ها؟ ماسنجر؟ بيبعتوا رسائل على الماسنجر ازاي بقى؟ مش عارف، نسال حنين. ازاي يا حنين؟ هو انتوا من هنا من قبل ما تخترعوا النت؟ احنا من قبل ما نخاطر على برامج اساسا. احنا هنا من قبل ما تتعلموا انتوا النت اساسا. احنا بنهزر معاكم يا بنات. طبعا طبعا احنا عارفين يا عنتور. ايوه احنا ما عندناش شبكه نت في المخزن، فكنا مضطرين يعني نبعت رسالتنا على البريد، يمكن حد يقراها ويجي ينقذنا. ايوه انا فهمت. بس صح، ما قلتليش. انا بقول نسينا في المخزن. نسينا في المخزن الجمهور. نسينا يعني امامك. معقوله حد ينسى سفروت وعنتر؟ شفتوا بقى ازاي الزمن دوار. طب بعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هقلقوا بقى. هنحاول نفكرها مع بينا، نفكر على الجمهور ونثبت نفسنا ونقدم لهم برامج. برامج. ايوه برامج حلوه وفرفوشه. ايوه بس مستحيل الكلام ده عنتور، يعني ما حدش هيرضى يدخلنا الاستوديو اصلا. مش لازم ندخل الاستوديو، ممكن نقدم برنامج هنا في المخزن. يا بنت لازم عندي يا حنين عليها افكار مش عارف بتجيبها منين. فكره هايله، فكره هنقدم برامج ازاي من غير اسكركركره. ايوه من غير الاسكركركره. يعني انا بيتهيالي يعني ممكن فيروز وحنين يساعدونا ويجيبوا لنا سكريبتات من اوضه الاعداد. ايوه بس يا سفروت في حاجه، البرامج دي هتبقى قديمه. مش اي بروبلم، ما فيهاش اي بروبلم، احنا هنخليها جديده بس بطريقتنا احنا. جيبوا لنا انتوا بس السكريبت واحنا هنتصرف. طيب خلينا نجرب. سفروت وعنتور راجعين ومن المخزن مكملين. سفروت عنتور. انا سفروت. هو انا عنتور. راجعين من تاني، راجعين من تاني للنور. من فيكم كان يوم يتصور اننا في المخزن هنصور؟ لسه الفن مفنن فينا، جمهورنا عمره ما نسينا. هنقلد برامجنا الحلوه وهنملى مخزننا سرور. انا سفروت. او انا عنتور.